صباح الهنا وصباح الجمال وصباح السعاده وصباح التفاؤل وصباح حسن الظن بالله. اهلا بيكم في حلقه جديده من بلديو كان معنون على شبكه قنوات بي ان سي، وبالاخص بي ان سي فود، اقوى قناه طبخه في مصر. طبعا مش عند يعني ما فيش داعي ان انا اتكلم واقول احنا عندنا ايه النهارده. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله اللهم بارك، هنتكلم النهارده عن السميت اللي هو بيهفنا الشوق عليه كده. مثلا ماشيين في اي مشوار وتلاقي مثلا حد كده من اللي بيبيعوا في الشارع حاطط سبت كبير كده على كتفه وماشي ماسكه في عز الشمس وفي عز النقاحه وفي اي جو، سواء صيف سواء شتاء، بتلاقيهم ماشيين على الكوبري على الكورنيش حاطين السبت كده على كتفهم وبيقولوا كلمه واحده بس: سميت وبيض ودقة. حتى لو انت مش جعانه ريقك بيجري على المنظر اللي هو ايه ده، سميت وبيت ودقه، وتروحي جايبه البيضايه المسلوقه كده هو بيديها لك مع قرطاس الدقه الصغير ده. هو مش بيبقى عامل دقه زي بتاعتنا اللي احنا بنعملها على اصولها، لا، كل الحكايه اللي هو بيبقى شويه ملح شويه شطه وشويه كمون مع السميت اللي بيبيع، بس تحس ان طعمهم بينزل سكر على قلبك. ربنا بيحلل البضاعه بتاعتهم علشان ربنا يحلل رزقهم. فالناس ديت انا بتبسط جدا وببقى مبسوطه قوي 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 لما بلاقي حد من الناس دي اللي بتبقى ماشيه في الشارع، سواء هم بتوع السميت والبيض والدقه او الناس اللي هم بتوع غزل البنات او اللي هم الناس اللي هم بتوع الايس كريم اللي هو بيبقى ماشي بالعربيه دوت. الناس دي فعليا فعليا قسما بالله ببقى مبسوطه لما بلاقي حد منهم ماشي في الشارع، وببقى مبسوطه اكتر لما بيبقى قدامي وبتاع التين بتاع التين الشوكي ده دايما طالع. فالناس دي انا بتبسط جدا جدا لما بلاقيهم ماشيين في الشارع، وفعلا الناس دي اللي تستحق ان احنا نشتري منها. اتكلمت في الموضوع ده قبل كده. الموضوع مش موضوع ان احنا نشتري من سوبر ماركت كبير او من اسواق كبيره قوي علشان نقول ان هي ارخص من اللي بره. هقول لكم على حاجه، حاجه بسيطه وعايزين تعملوا بيها اعملوا، مش عايزين تعملوا بيها ما تعملوش، بس صدقوني لو عملتوا بيها وسمعتوا كلامي فيها هتفرق معاكم وهتفرق في حياتكم كتير، وانتوا هتشوفوا النتيجه بتاعتها بعد كده على طول. طيب، الناس اللي قاعده في الشارع في السوق اللي هو المناطق اللي هي الشعبيه اللي بيبيعوا فجل وجرجير وبيبيعوا خضار والكلام ده كله، دي اكتر ناس اكتر ناس تستحق ان احنا نشتري منها. الناس اللي عندها محلات صغيره كده، اللي فاتح مثلا واخد اوضه من بيته وفاتح عند بيته وشباك عند اوضه من بيته، مفاتح محل صغنن كده، الناس ديت احق ناس ان احنا نشتري منها. الموضوع مش موضوع ان تروحي تشتري من مكان كبير او مكان فيه عروض كتير قوي، هي العروض ديت بتبقى على حسابنا احنا وحسابكم انتوا وحسابنا احنا. مفيش حاجه اسمها ان هو ينزل عرض معرفش ايه وعليه ايه، هو كسبان 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 مليون الميه. تأجير المكان، الاضاءات، العماله، كل دوت بيبقى محسوب عليكم انتوا. فبدل ما اروح اشتري من مكان كبير قوي واقول ده عامل عروض وعامل خصومات، زي ما بيقولوا كده دي الحسنه المستخبيه. حسنة المستخبية ديت صدقوني والله العظيم بتفرق كتير قوي في حياتنا وبتفرق كتير قوي في يومنا. لما تروحي تشتري حزمة جرجير والست تقول لك ان الحزمة بجنيه، ما تدققيش عليها. وليه ومش ليه والحزمة بجنيه ليه وما اعرفش ليه، ليه ندقق عليها؟ ليه؟ ما هي صباحية ربنا قاعدة في الأرض في الشمس في عز النقاحة عشان تبيع حبة خضار. فالناس دي ما ندققش عليها، مع ان الناس دي لما انت بتدققي عليها ممكن تروحي تصرفي في اي كافيه او في اي مكان انت رايحه تتغدي فيه وتدي تبس بال100 جنيه وال150 علشان بس ان انت قاعده في مكان. طب ما ال150 جنيه اللي انت رميتيها تبس دي الست ما طلبتش اكتر من حقها، قالت لك حزمه الخضره بجنيه او حتى لو بخمسة جنيه. يا ستي هاتي، لو قالت لك الحزمه بجنيه خدي منها حزمه واديها ل5 جنيه وسيبي لها الباقي. 5 جنيه مش هتفرق معاكي في حاجه، بس هتفرق مع الست دي. مجرد ما تفتح ايديها كده وتلاقيها ان هي 5 جنيه وتيجي تطلع الباقي تديهولك وتقول لها لا خلاص كده وتسيبيها وتمشي، الدعوه اللي هتطلع من قلبها ديت ليكي هتفرق معاكي كتير قوي. فبالله عليكم ما تدققوش مع الناس ديت، بالله عليكم دوروا على الناس اللي هي بتبقى الغلابه اللي هي بتقعد في السوق ديت او في الاسواق الشعبيه او المحلات الصغيره، محلات البقاله الصغيره دي. الناس دي بتبقى مستنيه ان حد يدخل عليها ويفرحها برزق، ومش انتوا السبب في الرزق ده، ده ربنا. بس لما تنزلوا تدوروا ومثلا رايحين، مثلا يعني انا بتكلم عن نفسي انا شخصيا دلوقتي، لما بكون رايحه زياره لحد وانا دايما يعني ما بحبش اخد ولا فاكهه ولا حلويات ولا الكلام ده كله، انت تاني. دايما لما بكون رايحه زياره لحد والله العظيم والله العظيم ببقى مفكره دايما اني اجيب ايه استفاد بيه. كل البيوت بتجيب فاكهه وكل البيوت بتجيب حلويات، وممكن البيت اللي هتجيبي له حلويات ده ممكن ما يبقاش محتاج الحلويات، تعبان ملوش في السكريات مش هياكلها، هتفضل عنده لحد ما تنشف وتترمي. طب نجيب ايه؟ نجيب خزين للبيت.
خزين البيت ما بيبطلش، خزين البيت لازم لازم هينفع. نجيب بقى سكر على زيت على شويه مكرونات على شويه على باكوين شاي على ازازه زيت على كيس مسحوق على سلك على صابون، الحاجات اللي هي ما فيش اي ست بيت ما بتستخدمهاش. بس ما اروحش اجيبها من مكان عالي من 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 ماركت كبير قوي، هو مش محتاجني. بس الست اللي فاتحه محل صغير دي او كشك صغير محتاجاني. لما ربنا يخليني سبب ان انا اكون سبب في رزقها في اليوم دوت، ده كده من ربنا. انا عمري ما اكون سبب في رزق حد، ربنا. عمري ما اكون اسمها ايه، ما اكون انا يعني ما احطش في دماغي ان لا انا لو ما رحتلهاش رزقها هيتقطع. لا، لو رزقها مش على ايد مش عليا انا، هيبقى رزقها على حد تاني وربنا اللي كاتبه لها. فدايما حاولوا تشوفوا الناس اللي هي ديت، دايما حاولوا ما تدققوش على الناس اللي في الاسواق الشعبيه او في السوق اللي بتبيع الخضره وبتبيع الخضار والكلام ده كله، ما تدققوش عليهم بالله عليكم. دي حاجه اسمها حسنه مخفيه، اعملوها وداوموا عليها. بالظبط. فراعوا الحته دي كويس قوي وصدقوني بتفرق كتير. ما تحطوش في دماغكم انا رايحه اجيب اعمل خير النهارده فانا هشوف في اخر اليوم هيحصل ايه، فانا لو ما حصلش فمش هكرره بكره. اللي هو ازاي اللي هو انت بتعمل عشان ربنا، والعمل بالنوايا. لو نيتك ان انت رايح تعمل حاجه زي كده علشان ربنا يديك اضعافها، ربنا مش هيديك اضعافها. انت رايح تعمل عشان سبب، بتشترط على ربنا، استغفر الله العظيم يا رب، ان انا هعمل كده عشان تعمل لي كده. لا، مفيش الكلام ده. ربنا شايف وعالم، وعالم بالنوايا وعالم بالقلوب وعالم بالدنيا كلها عامله ازاي. فطلعوا الحاجه لله وشوفوا عوض ربنا هيكون عامل ازاي. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا عندنا النهارده السميت وعندنا نوع سينابون. بس مش سينابون اللي خلاني فكرت في الفكره بتاعت السينابون دي النهارده، ان ناس كتير بعتوا لي وقالوا لي احنا ما بنحبش القرفه، بنحب السينابون قوي بس مش عايزين له قرفه، عايزين نحشيه حشوه ثانيه. فالنهارده هنعمل نفس عجينه السينابون اللي احنا بنعملها بس بحشوه ثانيه خالص. مش هتتخيلوها ولا هتتخيلوا التطعيمه بتاعتها هتبقى عامله ازاي. بس قبل ما نشوف السينابون اللي هو مش سينابون هنعمل ايه، هنعمل السميت، السميت البلدي بتاعنا اللي هو ده. بنسلق جوه حبه بيض وبنعمل قراطيس دقه. بصوا شايفين؟ وانا كمان. صباح الفل يا نور. بصوا هنعمل قراطيس دقه صغيره، هنعمل قراطيس دقه صغيره مع البيض المسلوق. وعايزه كمان ان انت السميد ده بالنسبه لي انا كوبايه شاي بلبن، وتسقسقوا بقى وعيشوا وصحتين وعافيه. وصحتين وعافيه على قلبكم. تعالوا نشوف العجينه بتاعته عامله ازاي ومقاديرها ايه. اسهل ما يكون، اسهل مما تتخيلوا. حبه دقيق على حبه خميره، شويه سكر، هوب حطينا البضايه معاها، عجننا العجنه، سبناها اتخمرت، بدانا ان احنا نشكلها بالشكل ده كده. رشه بيض مع حليب، رشه سمسم على الوش، وحطينا في الفرن. تعالوا الاول الفرن بتاعنا شغال على درجه حراره 180. هنحط الصاجات بتاعتنا دي تستوي ونشوف شكلها لما تطلع هتبقى عامله ازاي، والعجينه بتاعتنا سايبينها تخمر. وتعالوا نشوف مقادير العجينه كانت ايه. هستاذنكم ننزل مقادير العجينه ونسيبها شويه على الشاشه. ليه هنسيبها شويه على الشاشه؟ عشان حبايبنا وكل اللي بيتفرجوا علينا ومتابعينا في كل مكان يقدروا يصوروها وبعد كده يبداوا يفرغوها في الكشكول بتاعهم. طيب مقادير السميد بتقول ايه النهارده؟ عندنا العجينه بتاعتنا فيها ايه؟ 4 كوبايات دقيق، معلقه كبيره خميره فوريه، معلقتين كبار من السكر. وخلوا بالكم ان السكر اللي معانا يا جماعه مش عشان تنشيط الخميره. الخميره السكر اللي معانا مش عشان ننشط الخميره، الخميره لو حطيناها مع ميه دافيه هتتنشط عادي جدا. احنا عاملين ايه؟ السكر ده ليه؟ علشان يحمل لنا العجينه شويه. السكر اللي بيتحط عشان تحمير العجينه. طيب عندنا رشه ملح علشان يشغل لنا العجينه كويس، بيضايه كامله، 1/4 كوبايه من الزيت، وكوبايه حليب دافي وميه دافيه للعجن. انا هنا محدده ان في 1/4 كوبايه زيت، ومحدده ان في كوبايه حليب دافي. الاثنين دول هيتحطوا زي ما هم بالظبط بنفس معيار الكوبايه اللي احنا عاملين بيها الدقيق. طب الميه الدافيه للعجن دي، ده بعد ما نحط مقاديرنا كلها في العجان ونخلطها كويس، وابدا بعد كده انزل بالميه شويه شويه. طيب الوش بتاع السميد عندنا هندهنه بايه؟ عندي صفار بيض وعندي حليب، هقلبهم كويس جدا مع بعض، وبعد كده هرش السمسم. اكتر من كده مش عايز. طيب يلا بينا نسمي بالله ونصلي على النبي في قلبنا عليه افضل الصلاه والسلام ونبدا وصفتنا. ادي 4 كوبايات من الدقيق، ادي السكر، معاهم الخميره، معاهم الزيت.
انا بص على الشاشه عشان اشوف. ادي البيضايه وادي كوبايه الحليب، كل ده المعيار بتاعنا اللي احنا محددينه، وادي رشه الملح، رشه بسيطه كده بين ايدين اهي، رشه بسيطه بين ايدين. هخلط ده كله كويس الاول، هتلاقوا ان هي العجينه بقت مفروله كده عامله زي الرمل، وبعد كده انزل بالميه الدافيه شويه شويه، ما زودش اول ميه علشان ما اضطرش ان انا احط دقيق ويبقى الدقيق اللي انا هحطه قليل على باقي المكونات، لا ننزل شويه شويه لحد ما العجينه ما تلم معايا. طيب قبل ما اشغل العجان وابدا انزل بالميه شويه شويه، نصبح على مين؟ ونصبح على ام محمد، نقول لها صباح الهنا يا ست الكل. صباح الخير، ازيك يا شيف نور؟ صباح العسل على عيونك يا ست الناس، عامله ايه؟ عامله ايه؟ انا بخير يا ست الكل، تسلمي. بحبك قوي والله. يسعد لي قلبك يا رب، ما نحرمش منك، اموريني. يا شيف نور، هطلب منك طلب. عينيا الاثنين، 10 طلبات. طريقه اللانشون بالفراخ. عينيا الاثنين اعمله لك. حاضر، الاسبوع احنا النهارده ايه؟ الاربعاء، الاسبوع الجاي. الاسبوع الجاي نعمل لكم حلقات عن مصنعات المدارس كلها. عينيا. فصلت؟ عينيا يا ام محمد. اعملي عندك يا رغدة. الاسبوع الجاي ان شاء الله باذن الله نعمل كل المصنعات بتاعت المدارس. عينيا الاثنين. حطينا كل معياراتنا وحطينا كل ما قدرنا، نشغل على الهادي علشان كل المكونات تتخلط مع بعضها. بسم الله. بصوا على الهادي خالص كده، حاطين الزيت مع البيضايه مع الحليب، هيتخلط مع بعضه كده. هل انا ممكن احتاج ميه او ممكن محتاجش؟ اه طبعا. ايه ده يعني انا ممكن محتاجش ميه ويتخلط بالمقادير اللي انا حطيتها دي؟ اه طبعا. طب ازاي؟ امال ايه اللي هيلم العجينه؟ ما انا حاطه سوائل، ما هو الزيت والبيضايه والحليب اللي اتحطوا دول سوائل، بيرجع بقى لايه؟ لكثافه الدقيق. يعني ممكن حضرتك تحطي نفس معيار الاربع كوبايات وتحتاجي على المقادير دي كوبايه ميه، ناس تانيه ممكن تحتاج نص كوبايه، انا ممكن احط دلوقتي ربع كوبايه، بيبقى على حسب كثافه الدقيق. يلا بينا. انا شايفه ان العجينه، اعلي سنه كمان. هوريكم شكل العجينه عشان اعرفكم ان احنا لما نحط الميه هتبقى عامله ازاي. بصوا كده شايفين عايزه ايه؟ عايزه سوائل، والسوائل دي هتجيلها منين؟ من الميه الدافيه اللي احنا محضرينها. ونفس النظام زي ما قلت لكم على الهادي خالص. بسم الله. بصوا نحط ونستنى علشان ما نضطرش ان احنا نزود دقيق بعد كده. العجينه ماشيه معايا تمام وزي الفل، بدات تجمع كل اللي في الجوانب معانا. ممكن هتحتاج مني سنه بسيطه قوي من الميه، مش هزود عنها. طب هقول لكم حاجه، بصوا شفتوا شكل العجينه من شويه كان عامل ازاي؟ تعالوا اوريكم شكلها دلوقتي. بصوا ماشي، بصوا ما بقاش في حاجه في الجوانب. ملمس العجينه هنمسكه كده، طريه ملمومه، ما فيش حاجه في جوانب العجان او جوانب الحله زي ما حضراتكم شايفين كده. معنى كده هي محتاجه ايه؟ محتاجه سوائل تانيه؟ لا مش محتاجه اي حاجه. امال محتاجه ايه؟ بصوا محتاجه تتعجن، محتاجه تتخدم خدمه بعجنه ان هي تاخد وقتها. ها ماشي اهو، بصوا شايفين بتقطع. بصوا من جوه عامله ازاي. طب انا محتاجه ايه دلوقتي؟ او العجينه دي محتاجه ايه؟ محتاجه ان هي تتخدم عجن، لكن ولا محتاجه ميه ولا محتاجه اي حاجه تانيه خالص. عشان كده قلت لحضراتكم ننزل بالميه دقيقه بدقيقه، او حاجه بسيطه في حاجه بسيطه. عينيا الاثنين حاضر، هبدا ان انا اعمل كده واشغل العجان في الفاصل ان شاء الله باذن الله، والعجينه هتتخدم معانا وتبقى الملمس ده. بصوا كده، بصوا شايفين. هل العجينه ديت هي هي العجينه اللي احنا شايفينها دي؟ لا. امال عشان اوصل للملمس ده كده اعمل ايه؟ تتعجن كويس وتتساب تتخمر عشان اعرف اشتغل بيها واشكلها.
هنرجع نسيبها كده وهي دي اللي هنشتغل بيها لما ترجعوا لي. هشغل العجان عشان اوريكم الفرق بين العجينه اللي شفتوها دلوقتي والفرق بعد ما تتخدم شويه في العجين، ونرجع نكمل حلقتنا في السميت ولسه كمان السينابون اللي هو من السينابون بعد الفاصل ان شاء الله. خليكم مستنيين شويه وراجعين مع نونا والبلدي وكل. ورجعنا من الفاصل، زي ما حضراتكم شايفين كده قسمنا العجينه بتاعتنا وبتبداوا تقطعوها واحده كبيره واحده كبيره وثلاثه صغيرين، او واحده كبيره وواحده صغيره على حسب التقسيمه بتاعت السميته اللي حضرتك عايزاها. ببدا اعمل كده، انا شايفه ان ديت صغيره شويه. حاضر، عينيا الاتنين. طيب قبل ما نبدا في اي حاجه اوريكم العجينه اللي اتخدمت معانا. شايفين شكلها اختلف تماما عن العجينه اللي احنا كنا حاطينها. اختلف ليه؟ اختلف علشان اتخدمت في العجن. بنسيبها بعد كده بترتاح لوحدها كده وتبدا ان هي تخمر ونرجع نشتغل بيها. نعمل كده، نسيبها كده تخمر براحتها ونغطيها، وبعد ما تخمر نبدا ان احنا نشتغل بيها كويس. طيب هنركنها كده على جنب ونيجي للتشكيل بتاعنا. بصوا كده بنبدا نقطع العجينه. نبدا ان احنا بصوا العجينه مخدومه كويس قوي ومرتاحه كويس قوي بالشكل ده كده. ببدا ان انا اعمل كده بصوا، بقفل هنا وبروح ماسكاها عامله كده. شفتوا انا عملت ايه؟ القفله نفسها خليتها مدوره علشان ما تبقاش ان هي في حته ملزوقه على حته اهي. بص شكلها عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله. بص كده معايا، يلا بينا نطلعها ونحط حاجات مكانها. طبعا هعرفكم ايه اللي انا بحطه ده واتعمل ازاي، بس خلينا الاول نكمل السميت واوريكم التشكيل بتاعه بيبقى عامل ازاي. طيب عملنا اول واحده، نيجي كده للصغيرين اهم، واروح جايه هنا كده على حسب ما حضرتك عايزه. عايزه اتنين، عايزه تلاته، زي ما تحبي. بالشكل ده كده، شايفين؟ عايزه تعملي سميته واحده بس وتحطي حته واحده بس هي اللي في النص زي ما انت عايزه. عايزه تعمليها وتبداي ان انت تعملي اتنين قصاد بعض زي ما انت عايزه. تعالوا نعمل واحده تانيه عشان تشوفوا التشكيل ازاي. بقطع العجينه بتاعتي وبقسمها قطعه كبيره واتنين صغيرين او ثلاثه صغيرين او واحده صغيره على حسب ما حضرتك عايزه. ما برشش رشه دقيق على الرخامه اللي انا شغاله بيها، علشان لو رشيت رشه دقيق هلاقي العجينه بتتزحلق مني، هلاقيها بتتزحلق معايا بالشكل ده كده. بصوا ونبدا ان احنا نعمل كده، هتلاقوها هي بتفرد ايه معاكوا على طول بالشكل ده. نبدا ان احنا نلف واجي من دي على دي كده، واروح رافعه كده واجي هنا اعمل كده. شايفين برمتها على طول كده. اجيب الصاج او الصينيه نعم، انا هعملها خط واحد بس. ابدا ان انا اعمل كده بالشكل ده. طيب هندهن ايه؟ عندي صفار بيض مع حليب.
بنلفه مع بعضه وابدا ان انا ادهن بيه السميد واحط على الوش السلسل، مش عايزه اكتر من كده. بيتحط في الفرن على درجه حراره 180 زي ما وريت حضراتكم كده، بيطلع معانا زي الفل. شايفين بالشكل ده؟ حاجه كده سهله وبسيطه ما بتاخدش مننا وقت، بدل ما تشتروه من بره لا اعمليه في البيت. عايزه تعمليه لاولادك وتوديه لهم معاهم في المدرسه، يبقى انت اللي شاريه، يبقى انت اللي عامله الحاجه وضمنه النتيجه بتاعتها عامله ازاي. تعمليه وتحطيه عندك بقى، تبداي ان انت تغطيه تسيبيه، هيبقى طري مش هينشف معاكي ولا اي حاجه. نعم معلش. نبدا بعد كده بالشكل ده، بنسيبها تخمر شويه او ترتاح بمعنى اصح، هي اصلا عجينه خمرانه، بنسيبها ترتاح شويه وارجع بعد كده ابدا ان انا اسوي. تعالوا بقى نسيبهم ورا يخمروا لوحدهم كده براحتهم علشان يبقى عندي مساحه ان انا اشتغل في حاجه تانيه. طيب ده اللي طلع معانا بالشكل ده، تيجوا كده نشوفه. تعالوا نشوف. بسم الله. بالشكل ده كده، بصوا. يلا بينا يا سيدي يا سيدي. بصوا شايفين؟ بصوا حاجه كده مقرمشه من بره وطريه من جوه، حاجه في منتهى الجمال. تسلم يا رب. طيب نيجي بقى نعمل ايه دلوقتي؟ نعمل السينابون اللي هو من السينابون. بس قبل ما نعمل السينابون اللي هو من السينابون، احنا قلنا سميد وبيض ودقه. سميد وبيض ودقه. طيب الدقه اللي كانت بتتعمل بره بتتعمل ازاي؟ انا عايزه انقل لكم النهارده اللي احنا بنجيبه من بره، اللي انا بشتريه، مع انه ابسط ما يكون بس بيبقى فيه حلاوه غريبه ربنا هو اللي بيحليها في بقنا. حبه كمون، حبه ملح، شويه من الشطه، وبقلب ده كله مع بعضه. وممكن اروح مزوده عليها ايه كمان؟ احط عليها حبه سمسم. ده حب يعني يجننوا. ونعمل كده. ألف سلامة. بالشكل ده كده. نعم نعم. نصبح على مدام نادية نقول لها صباح الهنا. صباح الفل يا شيف نونا، يا احلى شيف في الدنيا. صباح العسل على عيونك، عامله ايه؟ انا عايزه اسالك على حاجات بس تردي عليا بعد ما تقفلي. عيوني عيوني، اساليني على اي حاجه اموريني. بصي حضرتك، ممكن نستغنى عن اللبن والبيض في العجينه بتاع السميد؟ ممكن نستغنى عن البيض حضرتك سامعاني؟ سامعه حضرتك. عايزه نستغنى عن البيض واللبن لو ممكن. اللي ممكن طبعا. بالنسبه للعجينه اللي حضرتك بتعمليها، وبالنسبه بالنسبه للفينو او اي معجونات زي كده. طبعا ينفع. ممكن ينفع؟ طبعا ينفع. احنا قلنا دام الاستاندر العجينه الاساسي موجود، ممكن ان احنا نشكل بيها ونعمل بيها اي حاجه احنا عايزينها. نعمل بقى كده. بص بقى يا حمدي، كده ننزلها في الدقه كده، اعمل لكم غيرها بالشكل ده كده. وادي عظمه، اقسم بالله عظمه. السميد مقرمش من بره وطري من جوه، مع البضايه المسلوقه، مع حبه الملح والشطه والكمون والسمسم. احمد عمال يعمل لي كده، يجننوا بجد يجننوا. عملناه باسهل طريقه، الطريقه مضمونه جدا، ومش قادره اقول لكم تطعيمته عامله ازاي. امان والله.
يلا بينا ننزل مقادير السينابون اللي هو من السينابون على الشاشه على ما اخلص البضايه اللي في ايدي. يلا بينا مقادير السينابون اللي هو من السينابون. النهارده عاملين السينابون من غير قرفه وسكر، وحاشين العجينه حشوه مختلفه تماما. ايه هي؟ هتنزل معانا حالا، هي موجوده على الشاشه. سينابون بالسوداني والسمسم. ايه ده؟ قوي تطعيمه الدقه قوي اللي هو ايه. ممكن نطلع فاصل بقى طيب عشان اكمل اكل براحتي. يلا بينا. مقادير العجينه بتاعتنا بتقول ان احنا معانا ايه؟ لا معلش هاتوها لي تاني. مقادير العجينه انا مش عاملها لان انا اصلا عاملاها اهيت ومتخمره وتمام وزي الفل. عجينتنا بتقول ان احنا معانا ايه يا رغده؟ 7 كوبايات من الدقيق، معلقتين كبار من الخميره الفوريه، ربع كوبايه لبن بودر ويكون خامته كويسه عشان ما يخرصش معاكي، معايا نص كوبايه حليب، نص كوبايه سكر، نص كوبايه زبده. ده كله في العجينه. 4 بيضات، باكت فانيليا، رشه ملح، ميه دافيه للعجن. يعني كل ده يتحط في العجان وبعد كده انزل بالميه الدافيه شويه شويه. طيب كده عملنا العجينه وركناها علشان ان هي تبدا ان تخمر وتديني النتيجه اللي انا عايزاها وتمام وزي الفل اهي. طيب نيجي للحشوه بقى اللي احنا اصلا مبدلينها النهارده ومش عاملاها ولا قرفه ولا سكر ولا زبده ولا الكلام ده كله. عندي فول سوداني متحمص، ونجيبه كده ونحمصه عشان نشم الريحه الحلوه بتاعته، ونروح حاطين معاه حب السمسم كله ايه على النار عشان برضه اشم التحميصه بتاعتهم مع بعض. وزبده وزبده، الزبده اهي هبدا ان انا افردها على العجينه بتاعه السينابون، واحط السمسم والسوداني وابدا اعملها رولات. الرولات دي هستخف ان هي هتخش الفرن وخلاص كده، مش هندهنها حاجه، مش هنحط عليها حاجه. هندهنها بايه؟ بحليب. هروح مغطساها مع الحليب وقهوه سريعه الذوبان بالشكل ده كده، واروح بعد كده حطاهم في الفرن. انا عايزه ابص على اللي في الفرن كده ونبص بصه حلوه. السميته اهي بتاعتنا بتستوي، شايفين؟ يكمل تسويته معايا وهوريها لكم. احنا اصلا عاملين منها نسخه كمان مستويه وهوريكم كل ده مع بعض. طيب كده الحليب مع القهوه سريعه الذوبان دي، مش عايزه ادهنه بيض ولا الكلام ده كله، لا دي هتديني اللون اللي انا حباه، وفي نفس الوقت الريحه بتاعته هتبقى حلوه قوي. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ هنضف الرخامه بتاعتي كويس عشان افرد العجينه. بتقولوا ايه؟ لا عايز ايه؟ يلا عيني حاضر. بصوا كده هعمل ايه، نضفت الرخامه كويس قوي عندي، وهعمل كده بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هفردها زي ما بفرد العجينه بتاعت السينابون بالظبط، مربع مستطيل زي ما انتوا عايزين. بصوا العجينه عامله ازاي، بسم الله الله اكبر، بالشكل ده كده تمام. رشه دقيق، وانا خدت البقره، رش الدقيق وافرد. هطلع فاصل على ما ترجعوا لي اكون فردتها مستطيل او مربع، وما نرجع نكون عملناها بالشكل اللي انا قلت لكم عليه ده، ونبدا بعد كده نحشي. بصوا من التطراوه بتاعتها، بصوا الله اكبر اللهم بارك. نفرد ونرجع على طول نحشي واوريكم التقطيعه بتاعتها هتبقى عامله ازاي، عشان نشوف السينابون النهارده بس بالسوداني والسمسم هيكون عامل ازاي بعد الفاصل ان شاء الله. خليكم مستنيين شويه وراجعين مع نونا والبلدي. ورجعنا من الفاصل، زي ما حضراتكم شايفين كده العجينه اللي احنا كنا مخمرينها فردناها، ورحت مسويه الاطراف بتاعتها عشان يديني شكل مستطيل او مربع على حسب ما انتوا عايزين، ما عنديش اي مشكله في اي حاجه. مسكت زبده ورحت يعني رباها شويه بالشوكه علشان تبقى ان هي مرنه معايا بالشكل ده كده اهوت، وتتفرد معايا بكل سهوله. هرجع بعد كده عندي ايه؟ بصوا بقى عندي سوداني مجروش، وعندي
سمسم متحمص، هحط معاهم معلقتين من السكر وهقلب ده كله كده مع بعضه. يبقى الحشو عندي ايه؟ سوداني وسمسم وسكر بالشكل ده، وابدا ان انا اعمل كده. ريحة السمسم مع السوداني مع السكر تجنن تجنن، شايفين؟ بنبدأ ان احنا نوزع الحشوة بالشكل ده كده بالشكل ده، ملينا العجينة كلها بالشكل ده كده، حاطين سكر وسوداني وسمسم، التلاتة ريحتهم مع بعض تهوس. تخيلوا بقى لما هما كده ولسه ما استووش، امال لما يدخلوا الفرن ريحتهم هتبقى عامله ازاي؟ بالشكل ده كده. ابدا بعد كده اروح جايبه المردانه بتاعتي او النشابه، وبصوا كده هعمل ايه. انا بطبطب، انا بصوا مش بدوس، بصوا انا حطيتها اهي، بصوا انا بعمل كده، شايفين؟ تاني هنا، شايفين اهو، انا غرست السمسم مع السكر مع السوداني جوه العجينه نفسها، ما بقتش ان هي سايبه، عشان لما اجي الف العجينه بتاعتنا ولاد تديني النتيجه اللي انا عايزاها. اجي بعد كده اعمل كده، انا برضو اللي بعمل كده، الله اكبر. شكرا يا محمد يا ابراهيم على تعاونك معانا وان انت خدت بالك من الفرن. شايفين الشكل عامل ازاي؟ بصوا المنظر عامل ازاي، ريحه السوداني مع السمسم تجنن تجنن. نقطعها فين اللي كانت في ايدي؟ بدي اه لقيتها لقيتها، يلا بينا. بص بقى كده بنبدا ان احنا نقطع العجينه بتاعتنا رولات بالشكل ده كده، على حسب بقى الحجم اللي حضرتك عايزاه، رفيعه كنزه تخينه زي ما انت عايزه، ما عنديش اي مشكله. شايفين؟ يلا بينا نمسك كده. شايفين رشة الدقيق اللي احنا رشيناها في الاول هي اللي مخلية العجينة سلسة وبتتحرك معانا بسهولة كده. تسلملي. بصوا كده عشان يبقى فيه فرق بين دي وبين دي بالشكل ده. بصوا كده، عايزه اقول لكم الريحه تجنن. بصوا هنا ده اللي انا بتكلم فيه، لسه بقول رشه الدقيق اللي احنا رشيناها بتخلي العجينه سلسه. بصوا هنا شربت رشه الدقيق فعشان كده بدات ان هي تلزق. نعمل كده، يا الله نعمل كده نعمل كده نعمل كده. شايفين؟ شايفين شكلها عامل ازاي؟ نكمل كده، السوداني والسمسم والسكر مغروزين جوه العجينه، يعني مفيش حاجه اسمها ان هم يطلعوا او ان هم يفكوا او الكلام ده كله، مفيش الكلام ده كده. اعملي بقى الحجم اللي انت عايزاه. القوالب عندنا او الطواجن عندنا اللي احنا هنسوي فيها او الصواني ايا كان ايه هي، مدهونه زبده، دهنه بسيطه من الزبده بالشكل ده كده. هاجي هعمل ايه دلوقتي؟ بصوا كده، انا همسك الرول كده واروح عامله كده. بصوا خليكم معايا مركزين. ثواني، فين اللي انا كنت بحشي بيه؟ اه
شفتوا ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ تاني ناخد رول كده، بص شكله، عايزه تنزلي في البوله على طول ماشي، مش عايزه تنزلي في البوله ممكن نعمل كده، لو مش هتقدري انت تغطسيه اهي، اعمل كده واعمل كده. بصوا شايفين شكلها عامل ازاي؟ شفتوا المنظر؟ نروح رصين كده، شايفين الفراغ ده؟ انا محتاجه الفراغ ده ليه؟ اهو شايفين الفراغ ده؟ انا محتاجاه. ما تزنقيش وتقولي احط واحده ثالثه، لا مفيش الكلام ده، ليه؟ علشان العجينه بتاعتنا هتخمر شويه كمان وهتملى الفراغات زي كده بالظبط. الطاجن ده هو هو الطاجن ده، حاطين اهو وسايبين فراغ وحاطين واحده في النص علشان لما يخمر زياده تبدا ان هي تملى الفراغات وتطلع بالشكل ده كده. طيب هو احنا هنحط عليها اي صوص؟ هنعمل لها صوص جبنه، عايزه بقى تعملي لها صوص جبنه زي السينابون ما عنديش مشكله، عايزه تخليها زي ما هي كده وتستمتعي بريحه السوداني مع السمسم وتحطي من فوق الوش بس صوص كراميل او صوص شوكولاته برده ما عنديش مشكله، مش هتقول لك لا، اللي حضرتك عايزاه. بس لما تطلع من الفرن بنسيبها تهدى وبعد كده ببدا ان انا احط عليها الصوصات اللي انا عايزاها. ناخد دي انا يعتبر خلصت وهنطلع فاصل. حاضر بالشكل ده كده، بصوا بالشكل ده، شايفين شكلها عامل ازاي؟ شفتوا المنظر ده؟ وهي مستويه بسرعه عشان سخن، ماشي كده. يبقى احنا عملنا النهارده للناس اللي بتحب عجينه السينابون لكن ما بتحبش القرفه والسكر اللي فيها والزبده، عملناها بحشوه ثانيه مختلفه. عملناها بايه؟ عملناها بالسوداني وعملناها بالزبيب بالسوداني والسمسم والسكر، وبتطلع معانا بالشكل ده كده. ونرجع بعد كده وهي تطلع بعد كده تهدى من الفرن شويه ونبدا ان احنا نحط عليها الصوصات بتاعتها. اوه ماشي، يعني بوظ منظر الشكل اللي انا اصلا عايزاه، لا اله الا الله. ان شاء الله ده يطلع كويس، ده عايز صحه ايه؟ تعالوا نطلع فاصل ونسيح الصوصات بتاعتنا دي عشان ما فيش صحه، افضل ادوس ويطلع بالشكل ده. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.